السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي. اليوم جيت وجبت لكم معايا واحد الطبق اللي كيجي بنين وغزال وصحي، واللي كيحماق عليه الكبير والصغير، اللي هي محبوبات الجماهير اللوبيا. نخليكم على المقادير. عندنا جوج حبات ديال المطيشة، عندنا حبات ديال البصلة، وعندنا جوج سنيفين ديال الثومة، عندنا شوية ديال القزبر ومعدنوس، وعندنا نص كاس زيت ديال البلدية، وعندنا الزلافة ديال اللوبيا مرطبة ليلة كاملة. زلافة تكون من طبيعة الحال تكون مغسولة ومنقية نقية. بالنسبة للتوابل عندنا معلقة ديال الإبزار الأبيض مخلط هو والكحل، معلقة صغيرة، عندنا معلقة صغيرة ديال الملحة، عندنا معلقة صغيرة ديال الخرقوم، ومعلقة صغيرة ديال الكمون. على بركة الله، من بعد ما حكينا مطيشة وقطعنا البصلة، غادي ندير نجيب الكوكوط، نخلي اللوبيا ديالي اللي كانت عندي مرطبة، وغادي ندير مطيشة، غادي ندير بصيلة مقطعة، ندير صبر ومعدنوس، توابل ما ننساهمش، والثومة. والزيت ديالنا، زيت البلدية. غادي نخلط هادشي كامل. من بعد ما خلطنا العناصر المكونات كامله مع بعضياتها، غادي نديروها فوق البوطه تشحر، ونخلي نديروها فوق البوطه تشحر، نزيدو عليها واحد السطرو هكا ديال الماء، غادي نخليوها واحد نص ساعه طيب، لان ما كتاخذناش الوقت بزاف، لان رطبناها. ملي ما كتكونش مرطبه هي اللي كتاخذ لنا الطياب بزاف، اما ملي كتكون فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك.